منيح منيح بالعالم ندفع ولا نقوم كده؟ نقوم كده اتفضل يا باشا حاسب الماية يا سدد بالليل الباشا كبير تعالى يا ابو سامي تعالى سلمي على سعاده الباشا ابو سامي يا باشا يعني الكماله يعني الحلو كله تخصص الزبيب ازيك يا ابو سامي ازيك يا باشا نورتنا اتفضلوا اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل ازيك يا بدران زي الفل يا باشا ازيكم زينه لما النهار يطلع تيهه باشا ده في ايه؟ براحتك اتشقلب الله ايه يا بدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قال لك بالظبط براحتك انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه ومطرح ما يغمزه يوديه امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي ابن تسعة ولا مش ابن تسعة؟ ابن تسعة يبقى يجي عند ابو سامي يجي والضرب كمان الضرب بعدين يجي وبعدين يخرب بيتك ده شكله فك على الاخر بجد ولسه انت شفت حاجة في ابو سامي دي المفروض يتعمل لها تمثال وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبرة بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجة ان الجواز والمزاج توم لازقين في بعض يعني انت بتفهمش مصطلحات طبيه ولا ايه بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجه ولسه يا رومانسي يا رومانسي عبد الحليم لسه عايش والله لا 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 يا باشا هنا ما فيش رحراحه هنا في مطوحه قوم يلا شويه تمارين رياضيه اتشالب اتشالب يا باشا اتشالب يا ليلة مجان الغالي ودك عليا الباب اتضبط انت انا زي العادة وقلت يا باب جداد يا ليلة مجان الغالي ودك عليا الباب اتضبط انت انا زي العادة وقلت يا باب جداد اتشالب بجد يا ليلة مجان الغالي ودك عليا الباب لا ده الليلة كلها شقلبة أنا كده هزعل يا رمانة اللون ده مش لون والكلام ده مش كلامك كمان احنا كنا كويسين وزي الفل انا جيت بس عشان الفرقه والناس اللي شغاله وراي الله ما انت قلت هتسيبيهم ايوه بس لازم اقفل لهم الاوبايج قبل ما امشي وتمشي ليه يا بنت الحلال ما احنا كنا زي السكينه في الجاتوه اصل بصراحه كده جوزي بيغير علي محرج علي الشغل جوزي جوزي انت اتجوزتي هتجوز ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا طبعا افندينا ترى شفاعه يا رب المعلم النور وامان
انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروت ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا افندينا. ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جماعة يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاج، حق وبنرد لاصحابه. دوز عمر افندينا، خد رجاله المعلم نوح وسيهم شاي وخليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب افندينا، يلا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس، خليك قريب. حافظ. يلا رجاله، يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين يردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه، ومن جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. لا يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني، تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك يا بنتي. طب تعالي اجيب لك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد بالسلامه.